يقترب العيد وتتحول مدينة مأرب إلى ما يشبه سوقا كبيرة. واقع المدينة وما تشهده أسواقها هذه المرة لا يختلف كثيرا عن الأعوام الماضية من حيث الحركة غير المتوقفة. وسط هذا الزحام يواجه الناس تحديات كثيرة، أبرزها قفز أسعار السلع والمنتجات إلى أعلى مستوى لها، فضلا عن سوق الملابس التي واصلت ارتفاعها بأضعاف ما كانت عليه. الاسعار الايام هذه انت داري مع الاعياد الايام هذه الاسعار، في ناس في معهم في حالتهم حاله، في اسعار قويه بالمعارض هذا حق الملابس والتجاره هذه، الناس يزيدوا شوي باسعار الملابس الجهال هذا الاطفال والكذا. اكتفت معظم الاسر هنا باقتناء الاشياء الضروريه من المنتجات والسلع المتعلقه بالعيد نتيجه ظروف معيشيه صعبه، اضافه الى جشع التجار وغياب رقابه السلطات المحليه. هذا العيد حل مع ظروف صعبة للنازحين، رجالهم منتشرين في الجبهات والأسر دون رواتب، لا سامح الله من كان السبب. لم تعد مطالبات الناس ربما مجدية للسلطات المحلية بوضع حد للتجاوزات الكبيرة التي تشهدها أسواق المدينة، لكنهم يأملون في الوقت نفسه أن تنجح الجهات المعنية في خلق حالة توازن بين قدرة الناس والقدرة الشرائية من خلال مراقبة السوق وتقلباته وضبط حركة البيع والشراء. مناسبة بعد أخرى يعيشها الناس في مأرب تكون فيها حالة المدينة وأسواقها في وضع استثنائي نتيجة الإقبال الكثيف على الحركة التجارية، ومعها يجدون أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع واقع الحال وغياب واضح لدور السلطات الرقابية في المحافظة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.